قائمة حقوق السحب الخاصة يجب أن توفرها للبلدان من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف. ومقترح بنك التنمية الإفريقي هو خطوة مرحب بها. أدعو أيضا إلى آلية لضمان أنه في الأزمات المقبلة سوف يكون هناك حقوق سحب خاصة متاحة من أجل البلدان النامية، وأنا أعول على دعمكم القوي. أصحاب المعالي وسعادي، على المدى البعيد لن نحل هذه التحديات من خلال الاعتماد على النظام المالي الذي تسبب بهذه الأزمات. أن البنية المالية العالمية بنيت لعالم لم يعد موجودا. إذا ما كان علينا أن نواجه التحديات التي تواجه العالم النامي الآن، إن هذه البلدان هي في أمس الحاجة. ولذلك نقر اليوم بأن النظام الاقتصادي المنسق والذي يعكس الوقائع العالمية اليومية هي مسألة أساسية اليوم، وهذا يساعد البلدان على الاستثمار في الاقتصادات بما في ذلك البلدان مجموعة السبع وغيرها التي تناقش الإصلاحات. والولايات المتحدة تجلب آراء من مناحي مختلفة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والتمويل. إن منتدى إيكوسوم لتمويل التنمية وكذلك المنتدى رفيع المستوى هما منصتان أساسيتان لرسم مسار جديد. يجب أن يمهد الطريق للقرارات التي سوف يتم اتخاذها في سبتمبر وكذلك قمة المستقبل العام المقبل. وأحث كافة البلدان للقيام بدورها في هذه اللحظة الحاسمة. نريد دورا نشيطا ودعما من كافة أرجاء العالم لتجديد البنية المالية العالمية وجعلها قادرة لمواجهة التحديات اليوم وغدا. شكرا لكم. أشكر معالي الأمين العام على بيانه، وأود أن أغتنم الفرصة الآن لأرحب بنائبة الأمين العام. أدعو الآن رئيس الدورة 77 للجمعية العامة لتوجيه كلمة إلى المشاركين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.